السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا أحبابنا أصحاب المهميات متابعين الكرام. اليوم عندنا ندور على حب الشمس شوية قالوا صاعد، فإحنا صاحبنا قال لي صحيح صعد وبعدين رجع نزل. هسه الحمد لله لقيت حب الشمس الأسود نوعية جديدة راقية ودخن وكتان، لأن هذا البذور قلت لكم خبطة الكناري ما لقيت بيها كتان، يعني خلينا شيء قليل كتان، هذا مو كتان، هذا شلون الشوك الحرفة شايل حبة هيك تصير يعني تقول شعير. المهم بس هذا ضعيف مال هو هذا شوك الحرفش، هاي الحباية مالته بس رفيعة يعني مو هنا مالتنا بالعراق، احنا بالعراق هنا مالتنا تطلع مدنفشة يعني صايرة حلوة. المهم مثل الشرب بأنواعه. اي شباب شوفوا حطينا الأسود هنا، هذا الأسود هنا حب الأسود خوش، هذا نوعيته شوية دهني بعد جديد يعني ماكو جديد مو طبيعي، يعني انا جبته هسه ما مصدق بيه، خليت المعدة قوني. وهذا الكتان خليته انا على مود الطيور تاكل، والكناري راح نخبطه هناك، الكناري نحطه بس لان هنا ينزل المعدة الحساسية من ياخذ القطن منه، هذا القطن انا حاطه هنا على مود المطر من هالجهة. انا راويكم هاي القونية، ام جبت هذا الاسود، هذا ما تطيط مع عده طيور الحب، طيور الحب هم ما تطيط من عده. هذا الكتان نوعيه راقيه حسب ليها على 2500، هذا كلش نظيفه وحلوه وجديده همتين. انا من اروح انا اشتمه يعني سبحان الله شلون ريحه العنبر تلك بي. هذا الخبطه مال الكناري من جبتها اشتميتها بيها ريحة برتقال يعني فتشي يعني، بس شنو كتان عوزها كتان كتان هات شوي وانا تبيه الاسود، هذا الاسود بيه هواي، وهذا الاسود شوفوا خلنا شو راويكم، وهذا الاسود من زرعته، هذا الاسود من يقول له هذا سيل، والله الاسود من عدة ما ياكل لنا مثلا الطيور، وين ازرع تعال شوف راح يصير استنبات باو. شوفوا شلون خضر، ها خضر بالقاع، انا راويكم شلون هاي كلهن افتريت عليهن كلهن خضرن بعض كلهن طقن جديد، هذا ياكل الطير هم يستفاد من عنده، هو فجل بعد فجل على هنا ما ادري ايش قد 40 نوع ما ادري ايش قد بعض، وكان ظني جوا كم واحد طيب العش هذا بعد ما طلعت. والباقي الطيور البيض يعني قلت لكم ما اقدر اميز بيناتهم بين الامهات والمخاليف. المشكله محجل بدايه الطيور قلت لكم حجلت 23 فتاهت عليه، ويبقى ال 24 خليناه وين الموسم اللي يعني ما اكثر شيء ما صابغ وما عرفت وما طبون كهن بالمحميات، يعني تعرفون بالمحميه احصرين بهاي المحميه هيك هنا واجيبهن. هسه عندنا خلينا نرجع للاكل، هذا عندنا الاكل، هذا دخن جبنه، هذا عندنا دنان خوش، انا شايل بهاي هذين خوش، عندنا هذا جبنه جديد حب الشمس، عندنا هنا دخن، هنا حب اكل خبطه مال الكناري، وهذا الكتان. شفت ماكو قنفذ يعني ما حصلت قنفذ عندنا هنا بالنجر، يعني يكون اوصي من بغداد او من الحله ما اعرف، ممكن اكو محلات ما ادري بيه يعني هنا بالنجف عندهم قنفذ، ردت قنفذ يعني الهن حسون شوي جاي عشش هسه مع الامطار، هو جاي عشش. قلت لكم هذا العش ما سويته لين الباب توازيني، اريد اخلي لها مكان شوي عن الباب واحط لها شو اسمه
وحط له اشجار هذا العش اللي هنا احط له الاشجار. هو الشباب نسوي له اشجار هنا هذا العش يطلع يخبط. ف الدور عندنا هنا طير الجن. شوفوا يا شباب انا اسولف لكم على هذا طير الجن. خلني اقعد هنا يلا. شوفوا هذا طير الجن ذاك، بس تعرفون انتوا هاي طير فحل المطراش نابليون وطيرته، وهذا طير الجنة. هذا شوفوا يمشي عليكم هذا اللون. شوفوا هو هذا فحل بس مشلع بيج، يمشي عليكم بهذا اللون. اكو طيره يخبطوها ويا من ويا الطير اللي جاهز مثل هذا، اذا كان جهز يطلع اسود وابيض وذيله طويل يقول لك هذا فحل، واللي نفس هذا اكو يعطيك اياه يقول لك طيره هاي الطيره مالته. فهو راح يغير، فمن يغير يتيهن عندك الحساب. اذا انا كانوا مطيني طيره مثل هاي مثل هذا الفحل ها. شو بعدين صفت اثنينات بالمحميه فحلت اثنينات. اذا شنو كانت هذا مشلع وذاك الفحل شلون ما صابغ، شلون هسه الفحل هذا المطراش يغير لون عرفتوه، بعدين بالصيف يغير لون ثاني. المهم المطراش والطيره نطلعهن، وهذا الفحل اشوف له طيره يلا هده بالمحميه لان غزة الطيور. هذا الفحل طير الجنه هذا، بس هو هذا قلت لك مشلي عديله فالته وذني اللي ما حد ياخذين المطراش اهدهين. اتاني معدكم جواب، اتانيكم يوم واحد وراها اهدهين، يعني اطلق سراحين برا خلي يعيش هنا انا احسن شيء. فاللي يريدهن الطهية شباب هذا الطيره وهاي الفحل، وإذا ما حد راد هنا حتى اهد هنا اعطوني خبر اللي يريد هنا حتى اطهيها يتعنى لي ويطهيها به خير ويدلع. اي شباب شوف الطبيعة شلون حلوة بالقاع من تنزل الطيور بالدور اكل بالقاع، يعني فتشي ترى هون شنو فتشي. هذا احنا لين جاي عشان الحساسين فلازم شنو نبعد عنها. شوفوا ذا النيشه ذاك الحساسين، يعني لازم نبعد عنها على مود الزوجين الزوجين اذا ما نعشوش براحتي. فهسه شيء على شيء انا بعد راح خلي شوي صفى الجو راح اغير بعد مكانات للعشوش مالاتها. هم راح اخلي بذيك الجهه عرفتوا. هسه راح نخبط الاكل الكناري ويا الكتار لو نعوفه واحده شو تقولون؟ والله ما ادري على اساس انا اخبطه، بس انا قلت اخذ منها شويه نفس الشيء، يعني هو اخذ منها شويه واخذ منها شويه، انه بقى نبيهن تقريبا من الاكل مال الكناري بيهن تقريبا 10 الى 12 كيلو تشبيهن تقريبا. وهذا الوزن مالته 10 طلع. خوش عندنا طير اللي كمشناهن طلعناهن ان شاء الله خذاهن ابو شهاب حبيب من هالكربلاء كلنا نخذاهن كثر منها احسن. ما طبعا ذني اللي في حله قاموا يتعارك البنات تبتلع لي عمرها. لا جبت لك طيره ناس صارت الفحلة عندي أكثر من الطواير، فقلت نشوف شلون الرتب نطلع من الفحلة لو نجيب لي طواير. صارت الفحلة عندي هواي كناري. هذا واحد شوف شلون قاعد طق 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 الدنيا حارقة أنا.
طبعا ما فقدت الفراخ البوم. شباب شيء على شيء شباب، مثل ما قلت لكم على النابليون وراويتكم الاكلات اللي جبناها جديده هسه. والنابليون اللي يحتاجه او يريده خلي يجيني، قل لي بالتعليق بوي انا اريده وانا راح اسوي قرعه على اللي يكتب انا اريده، مثلا بال نسوي قرعه وياه يطلع عليه نقول له هذا طلع عليك تعال اخذه. عديل شباب يعني ما احيز الواحد او شيء، لا راح اختار مثلا واحد من دول الشباب اللي يحتاج هذا النابليون. انا بالنسبه لي ما اقدر اخليه بالمحميه لان الحساسين شويه حساسات وما اقدر اخليه بيه. فلهنا ننهي المقطع، وشباب كل من خير عليه الموسم ان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله، واتمنى لكم كل التوفيق ومع السلامه. شبابنا الاعزاء لا تنسون الاشتراك بالقناه، وتحياتنا للجميع ومع السلامه.